إيفون مسعد، اتحاد شباب ماسبيرو. النهاردة كنا عاملين مؤتمر صحفي باسم اتحاد شباب ماسبيرو. موضوع المؤتمر أصلا بيتكلم عن أول حاجة الحكم اللي أخده القس ماكاريوس بكنيسة المارينيب، اللي هو الحبس لمدة 6 شهور و300 جنيه غرامة. طبعا ده حكم، طبعا أنا مش هتكلم على القضاء وهنقول إن القضاء نزاهة، لأن المفروض لو في قضاء نزيه في البلد بتاعتنا دي ما كانش الحكم ده يتحكم على الناس اللي المفروض إن هي مجني عليها، ولكن الجاني لسه لغاية النهاردة ما تحكمش عليه. كنيسة المارينيب دي في ناس أصلا هدموا الكنيسة وقاموا بهدمها، ولغاية النهاردة ما فيش حد حكم عليهم بأي أحكام، ولكن الحكم اللي اتاخد على أبونا إن هو مخالف للقانون بنسبة البناء ب3 متر زيادة. ولكن المفروض إن احنا من الأول قلنا إن لما اتقال إن في 3 متر أبونا قام بهدمهم، المفروض الكنيسة كانت واخدة ترخيص مرخصة بالبناء، وقام أبونا فعلا بهدم ال3 متر دول الزيادة. يعني المفروض القانون لما يتحكم يتحكم في صالح أبونا وليس ضده، ولكن العكس إن القضاء في مصر بتاعنا بيتحكم ضد الناس اللي هي الشرفاء، وبيسيب الناس اللي المفروض بيحرضوا ضد الكنائس اللي بتتهدم، ضد المتعديين على كل ومحرضين على كل حاجة بالنسبة لكل الكنائس، من أول الكشح، إمبابة، كنيسة سول، المارينيب وما بعدها في العامرية، تهجير الأقباط. المفروض طالما القضاء بيحكم بالقانون يبقى المفروض بنحاكم كل حاجة بالقانون. دي أول نقطة بالنسبة لكنيسة المارينيب وأبونا ماكاريوس. في نفس الوقت الحكم اللي اتحكم على مكاري دياب ب6 سنوات، المفروض ازدراد الأديان المفروض ان هو 3 سنوات بس، ولكن برضو في نفس الوقت على ازدراد الأديان بيتحكم على الأقباط وليس اللي بيسب في الكنيسة وبيسب في المسيحيين وبيقول ان دول كفرة، وفي نفس الوقت بيقول ان انا هحلق شنبي اللي هو الشيخ ابو انس، انها احلق شنبي لو ما كانوش الكل كنايس امبابة انا حرقتها. ده طبعا بالتحريض، والفيديوهات موجودة، وقاموا بالتحريض وقام فعلا بهدم كنيسة، حرق كنيسة امبابة، والتعدي على كنيسة في امبابة تاني برضو نفس الطريقة، ولكن ما تمش القبض عليهم ولا تم اي محاكمة ليهم. ده طبعا بيطبق القانون على الاقباط بس وليس على سيادة القانون لكل الشعب الوطني المصري. وأتمنى أن احنا لما بنطالب في المؤتمر ده بنطالب سيادة القانون على الكل. المحاكمة بتاعة ماسبيرو المفروض 27 شهيد قام بدهس، المجلس العسكري قام بدهس الشباب بتوعنا وأولادنا وإخواتنا، ومات منهم 27 شهيد. لغاية النهاردة ما تقبضش ولا على أي حد من اللي قام بالتحريض وقام بإعطاء الأوامر لضباط الجيش اللي قاموا بدهس المتظاهرين السلميين اللي ما كانش فيهم أي في إيدهم أي حاجة غير الصليب، ولكن دهسوهم وموتوهم وقتلوهم، وفي نفس الوقت ما فيش حد من المسؤول عن اتحكم عليه، ولكن الحكم بيصدر ضد المجنى عليه. النقطة الثانية ان احنا دلوقتي بنتكلم برضو في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم على خطف البنات القاصرات. خطف البنات القاصرات اللي احنا فوجئنا ان في الفترة الاخيرة في حكم المجلس العسكري ان بنات كتيرة بتتخطف، وكل بنت بتتخطف وهي عندها 15 سنة وتفضل مختفية لغاية 18 سنة بعد السن القانوني، وفي خلال الفترة دي بترجع ان هي بتكون اتجوزت، ولما بنيجي حتى لو حصل في اي يوم من الايام والبنت دي
ظهرت قبل السن القانوني او قبل السن ده بيكون بيحطوها في بيت دار الرعايه. دار الرعايه ده بيكون تبع الدين الاسلامي، والمفروض ان احنا ما ينفعش ان احنا تتحط بنت مسيحيه في الدين الاسلامي، لان كده بيتعمل لها غسيل مخ للدين بتاعها، عشان ان هي ما تقولش ايه مين اللي خطفها ولا مين اللي كان مستخبيه عنده. بعد غسيل المخ ده طبعا بتكون الفترة دي خلاص البنت من خوفها ومن رعبها ومن غسيل المخ اللي اتعمل لها في خلال فترة دار الرعاية مش هتقدر ان هي تقول اي حاجة، وبتطلع يظهروها للشعب ان هي اسلمت وان هي كانت ماشية بارادتها وان هي كانت مش مغصوب عليها. المفروض لو القانون سيادة القانون موجود، ان المفروض لو احنا لو في واحدة مطلقة وواحد طلق مراته والبنت الاطفال القصر بيفضل الاطفال دول مع الام ومع الام في حضانة الام للسن القانوني، وبعد كده المحكمة بتحكم للحكم بعد السن القانوني، بعد السن ما بيبقى في سن الرشد للشاب او الشابة، بيسألوها انت هتقعدي عايزة تقعدي مع مين، تقعدي مع الاب ولا تقعدي مع الام. المفروض ان لما تكون واحد اسلم ما ينفعش ان بعد ما يسلم ويبقى يجي ان ولاده بالتبعيه. ده طبعا احنا ده قانون مرفوض، وان المفروض حكايه التبعيه دي ما ينفعش، لان على الاقل زي ما الام المطلقه والاب المطلق الاطفال بيقعدوا في رعايه امهم، المفروض نفس الحاجه دي توصل ان البنت اللي باباها اسلم او الولد اللي باباه اسلم ما ينفعش ان يكون بالتبعيه ويفضل في حضن الدين المسيحي او الدين لو هو اسلامي الدين الموجود فيه الاولاني اللي اتولد عليه واتخلع عليه لغايه السن القانوني، وبعد كده يبقى يسالوه بعد كده في القانون يقولوا له، لان هو هيكون خلاص سنه القانوني يقدر ان هو يحكم بين ان هو يخش الدين الاسلامي التابع لابوه او لا. ده بالنسبة للمؤتمر الصحفي اللي احنا كنا عارضينه اتحاد شباب ماسبيرو، بنقول فيه كل المشاكل. في نفس الوقت برضو بنتكلم على الدستور، المفروض ان الدستور يكون شامل لكل الأقليات لكل الطوائف اللي موجودة وليس للأغلبية زي ما بسمعنا ان هيكون للأغلبية، ونتمنى ان الدستور يكون دستور لمصر لكل اللي موجودين في مصر ومتواطنين في البلد دي، ويكون دستور عادل. شكراً.